هاد الماء شحال كيبريو ولي الدين. هادي عندها شي سر مع منتك. كيفاش طيبك العشاء؟ نعاونك. معناتك نقيد وكيشعلو. شكون كيعاونك؟ هو مول الدار. ويني راك عفيريتا ماجيكس مول الدار بنجيماتو الزرقاء فعال اقتصادي، كيقضي على الليدان وكيخلي اللواني بنقاش عالي واللي الدين رطبين. والله الا رطبين. ماجيكس المولات الدار اللي كتعرف تختار. انا تقريبا شفت الفيلم كامل. وكنظن حنا دولة اسلامية، يعني باش تفوت الخطوط الحمراء شوية بحال قلتي بغيتي تفرقع شي قنبلة في وسط الدولة ديالك، فاش هدرت على الفساد وهدرت على الفيلم هذاك الشيء كنعرفو انا وهذا والاخر كنعرفوه، ولكن كنحل المجال للناس اخرين باش يمكن لهم يديروا دي تيليفيلم ساعه 15 دقيقه بهذيك الطريقه. وما تنسيش واحد القضيه بان الفيلم، انا جاوني رسائل عبر الفيسبوك ديالي في الانستغرام في تويتر، جاوني رسائل كتقول كاينين اطفال صغار ماشي موان دو 18 عام، موان دو 10 عام كيدخلوا اليوتيوب لا فيديو الاولى اللي كيلقاو هي ديال الفيلم. انا كنعرفي فاش كتفوت واحد دي سارتان دو في كتولي كتطلع انت الاول في الـ في الـ في اليوتيوب. دونك ما حد لا فيديو وصلت لواحد سارتان دو في كتولي كتطلع هي الاولى، كيمشيو كيوركوا ليها. انا هضروا معايا ناس قالوا لي هادشي. دونك هادشي راه بزاف انسان فات الخطوط. انا لعبت مع علي زوا كاينه، ولكن علي زوا ما كانش فيه تخسر الهضره بهذه الطريقه. هذه الا تفرجتي في الفيلم لعبت معاه فيلم ديال لحظه الظلام، حتى هو فيه الخطوط الحمراء، ولكن هما كانوا كيصوروا في قنت وانا كنتصور في قنت، ما كانش خبري بانكم كيصوروا داك الشيء. قبل ما تخرجوا تابوناو في لاشين ديالنا سور يوتيوب وبارطاجيو لو كونتوني في لي ريزو سوسيو، وبلا ما تنساو ديروا جيم. ولا بغيتو تشوفوا شاشه تشوف تي في ان سامبل كليك في هذا لو بوطون، وما فيها باس الا خليتو شي تعليق تعبروا فيه على ارائكم اقتراحاتكم وحتى انتقاداتكم.